السلام عليكم. تعرف ولاية بيجاية في هذه الأثناء كارثة كبيرة جعلت السكان يفرون من منازلهم وينجون بجلودهم بعدما اقتربت منهم نيران مهولة أكلت الأخضر واليابس في طريقها. وحسب صفحة بيجاية كون المراقب، فإن بورة الحريق تتوسع بسبب الرياح القوية وهي تحاصر بعض القرويين في منازلهم وتقترب من سكان أميزورة. وحسب بيان للحماية المدنية، فإن عدة ولاية جزائرية تعرف في هذه الأثناء حرائق مهولة على غرار بيجاية، تيزي وزو، البيرة، البليدة وكذا ولاية سكيكدة. ودعا المواطنون من السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة التدخل العاجل وفورا واستعمال الطائرات المضادة للحرائق والتي تم اقتناؤها مؤخرا قبل وقوع خسائر في الأرواح لا قدر الله.